توفيت بالجزائر حيث يقيم أبناؤها وبناتها يوم 6 أكتوبر 2018 الممثلة القديرة خديجة الكانوني الملقبة بخديجة جمال نظرا لتشابهها الكبير مع الراقصة والممثلة المصرية سامي جمال، وذلك عن سن يناهز 83 عاما. فيما يلي نقدم في المشاهد تي في مسارا من مساراتها الفنية والإبداعية. لم تقتحم المرأة المغربية مبكرا عوالم التشخيص المسرحي والسينمائي بحكم الطابع المحافظي للمجتمع المغربي، ونظرا لتبخيسه وتحقيره أحيانا للممارسة الفنية عموما، ولم يكن غريبا في النصف الأول من القرن العشرين إسناد أدوار نسائية في أعمال مسرحية إلى ممثلين رجال، حالة الكوميدي بوشعيب البيضاوي نموذجا، إلا أن الاستثناء شكلته بعض النساء الجريئات اللواتي دفعهن عشقهن لفن التشخيص إلى تحدي أنصارهن وتجاوز عاداتها وتقاليدها المحافظة. وهكذا ظهرت في السينما منذ المرحلة الكولونيالية والمرحلة الاستعمارية ممثلات هاويات ومحترفات مغربيات كالأمازيغية الأمية يط بنت الحسن التي شاركت على وجه الخصوص في الفيلمين عرس الرمال سنة 1948 للمخرج الفرنسي أندري زوبادا، والوردة السوداء سنة 1949 للمخرج الأمريكي هنري هاتاواي، وقبلهما السلاوية المتعلمة ليلى فريدة التي تألقت في العديد من المسرحيات والبرامج الإذاعية بباريس قبل أن تقتحم السينما الاستعمارية من خلال مشاركتها في فيلم ياسمينة سنة 1946 لجان لوردي، والمجنون سنة 1946 لجون باسيا، ومنتصف الليل وزنقة الساعة الحائطية لجون لوردي سنة 1947 وغيرهما. وقبلها شاركت ليلى عطونة سنة 1930 في فيلم جاك سيفيراك ووردة السوق وعاصفة في مراكش. وتعتبر الفنانة البيضاوية القديرة خديجة جمال 1935-2018 من الممثلات المحترفات الأوليات اللواتي وقفنا أمام كاميرا السينما أولا، إلى جانب أحمد طيب العلج والطيب صديقي والبشير العلج والعربي الدغمي رحمهم الله في فيلم جون فيليشي القصير البير سنة 1954، وثانيا إلى جانب الراحلين حسن سقلي ومحمد سعيد عفيفي في فيلم عبد العزيز الرمداني الرجوع إلى الأصل سنة 1962، والذي شاركها زوجها الجزائري الراحل محمد فرح 1921-2011 في كتابة السيناريو إلى جانب المخرج. وكل هؤلاء الممثلين استفادوا من تدريب المعمورة المسرحية الشهيرة في مطلع الخمسينات من القرن الماضي. بعد استقلال شقيق الجزائر رافقت خديجة زوجها إلى وطنه الأصلي، حيث تفرغت لتربية أبنائها وبناتها ورعاية شؤون زوجها الذي تقلد في عدة مهام في بلاده وخارجها. وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي أبعدها عن السينما والمسرح والذي عشقته ومارسته منذ أواخر الأربعينات، أولا كهاوية وثانيا كاحتراف بعد التحاقها بتدريب المعمورة. وبعد عودتها إلى مسقط رأسها الدار البيضاء سنة 1988 لم يعد يعرفها أحد من الوافدين الجدد على ميادين الإخراج والتشخيص، ولولا الدور الذي قام به رائد المسرح الراحل طيب صديقي الذي كانت بدايته المسرحية والسينمائية معها ومع الرواد الآخرين لما تم ربطها من جديد بأوساط الفنانين المغربة في السينما والتلفزيون. وهكذا بدأت المرحلة الثانية من مسيرتها الفنية سنة 1990 بمشاركتها في مسلسل أولاد عمي معاشو للمخرج الراحل حسن المفتي، وبعده توالت الأدوار في أعمال سينمائية وتلفزيونية نذكر منها الطفولة المغتصبة لحاكم نوري وصلاة الغائب لحميد بناني وبيضاء ولعبد القادر القطع وضد الطيار لإدريس شويكة وعلاش لا لمحمد إسماعيل وبنت الشيخة لعزيز السالمي والرقراقية ومحمد الحياني لكمال كمال، إلا أن الحضور البارز الذي جعل المغرب يتعرفون عليها من جديد بعد غيبتها الطويلة تمثل في سيت كوم للا فاطمة بأجزائه 3 من 2001 إلى 2003 وهو من إنتاج القناة الثانية، حيث شخصت دورة الحاجة
إلى جانب الممثلين الكبار محمد الخلفي وسعد الله عزيز وزوجته خديجة أسد وغيرهم. بعد هذا السيتكوم جاءت مساهمات أخرى تفاوتت قيمتها ومدتها من عمل الآخر، نذكر منها بالخصوص المسلسل الناجح وجع التراب الذي صور بنواحي سيدي قاسم وهو من إخراج وبطولة شفيق الصحيمي إلى جانب أسماء فنية أخرى كمحمد بسطاوي وأمين ناجي وغيرهما، والسلسلة الهزلية عبد الرؤوف والتقاعد الذي تقاسمت بطولته مع الفنان الشعبي عبد الرحيم تونسي وهو من إخراج محمد البشير وأعمال أخرى. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.